تحياتنا لكم من جديد مشاهدينا وعبر شاشة التلفزيون الأردني، بنحييكم اليوم ونتمنى تكونوا عم بتقضوا أجواء رائعة بأجواء عيد الميلاد المجيد. رح نتوقف اليوم كمان بفقرة خاصة بالتغذية، وطبعا التغذية يمكن هي من أهم الفقرات بالنسبة إلي وأعتقد بالنسبة لكثير من المشاهدين، لأنه كل ما كان الغذاء سليم معناته الجسم سليم والوقاية خير من العلاج. فإذا حافظنا على جسمنا بطرق صحية سليمة هيك بنبعد عن الأدوية والأشياء الثانية اللي ممكن نضطر إنه ناخدها. إحنا بفصل الشتاء أكيد بتغير أو بتتغير نوعية الأغذية اللي بنتناولها بهذا الموسم، وبتصير في بعض الأمراض يمكن بتزيد بموسم الشتاء، وفي أسباب بتخلي هاي الأمراض تزيد اللي هي الطرق الخاطئة في تناول بعض المأكولات اللي ممكن إنه ترفع نسبة الكوليسترول أو ممكن إنه تقلل من مناعة الجسم. عن هالأمور وأكثر رح نتعرف أكثر من خلال أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة أمل حداد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ويسعد صباحكم. بداية أنا صار عندي فضول أعرف أخصائية التغذية العلاجية هي غير عن أخصائيات التغذية العادية، قبل ما نتطرق لأسئلة في عندنا مسميين، في أخصائيين تغذية علاجية وفي عندنا أخصائي تغذية أو مهندس أخصائي تغذية، ممكن يكون أكثر للتصنيع الغذائي. يعني في عندنا فود ساينس وفي عندنا كلينيكال نيوتريشن أو بنسميها الحميات الخاصة أو الحميات السريرية اللي بيشتغلوا بعيادات التغذية، وفي بيكون توجههم آخر اللي هو بالصناعة الغذائية داخل المصانع. حلو. لذلك هنالك في عندنا تخصصين بهذا المجال، التخصص الطبي والتخصص الصناعي، وتنين زي ما بنحكي هم مكملين لبعض ومهمين كتير لبعض، عشان هون بيصنعوا لنا أغذية بتهم الحميات الغذائية اللي بنتعامل معها بالأغذية الخاصة. جميل، حلو حلو نعرف منك هالمعلومة. خلينا نبلش مباشرة بمحاور حديثنا، وهو عن نبلش بالطرق الخاطئة أو الأساليب الخاطئة اللي بتتبعها الناس خاصة في موسم الشتاء واللي ممكن إنه تضر بأجسامهم، مثل رفع نسبة الكوليسترول أو الدهون أو غيره. أكيد بالبداية من آخر الدراسات والأبحاث اللي أكدت فيها إنه أكثر عرضة بالإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية هي فصل الشتاء. اولا للخمول الاكثر، عدم ممارسه الرياضه، اغذيتنا للاسف الشديد بتكون فصل الشتاء كثيفه ودسمه وغنيه بالسعرات الحراريه العاليه بالدهون اكثر من غيرها بفصل الصيف وبالفصول الاخرى او بالمواسم الثانيه. لذلك بنلاقي الناس الوجبه الاساسيه دائما عندهم بتكون المسائيه او بالليل، وبيصحى بالليل بيصير بده يتسلى بحلويات ودسمه وفيها دهون وكثير. وبنعرف احنا في أعياد ومناسبات كتير، والناس بفصل الشتاء كونهم بالبيت بتسلوا بالأكل أكثر من لما يكون فصل الصيف. نعم نعم، حلو. وسمعت أو حسب ما قرينا وسمعنا أنه هناك بعض الأطعمة اللي ممكن أنه تساهم في رفع مستوى المناعة، خاصة ضد الأمراض اللي ممكن أنه تزيد بفصل الشتاء، يعني ممكن تكون بديل عن المضاد الحيوي، صحيح هذا الحكي؟ أكيد. هلأ إيش في عنا إحنا أشياء دائما بنوقع حالنا، سبحان الله الله خلق لنا الأغذية تبعتنا تكون موسمية. نعم. يعني أنه البطيخ بفصل الصيف. نعم. والبردقان والحمضيات بتكون بفصل الشتاء لاحتوائها على فيتامينات ومعادن، اللي هي من اهمها مثلا عندنا فيتامين سي، والكل بيعرف انه هو وقائي وحماية مناعي لامراض البرد وفصل الشتاء والرشوحات والانفلونزا. بس اذا احنا مرضنا هنا ما بيكون بعود له فايده كثير، لانه خلاص هو مرض الشخص. وانما بنقول قبل لنوقي انفسنا لازم نكون في عندنا تركيز عالي من فيتامين سي، من السيلينيوم، فيتامينات ومعادن بصوره عامه، عشان ما يصير في عندي نزول بالمناعة ونتأثر بعوامل الطقس. اللي لما نكون إحنا دافيين ونطلع برا بيكون هواء بارد أو يلفحه زي ما بنسمع إنه هاي يلفحه برد أو هواء أو هيك، هاي شغلات كتير مهمة إنه إحنا ننتبه لها بفصل الشتاء، تحديدا إلى التنوع بأغذيتنا وطريقة طبخنا كتير مهمة. اليوم لما بيجوا بنشوفهم بيعملوا خلطات كتير، أورنجوس على زنجبيل على كركم على أشياء كتير، في خلطات هي قد تفسد المادة، أو في ناس بتقول لك بدي أسخن البردقان، طب فيتامين سي بتخرب على درجات الحرارة العالية. لذلك في أشياء مهمة لازم نستشير فيها اليوم أخصائي تغذية عشان يقدر ينصحه بطريقة مناسبة أنت يتناولها قبل الأكل، بعد الأكل، مع الأكل، الفائدة والاستفادة. يعني حلوة هاي المعلومة، إحنا كنا نفكر إنه كل ما زدتي شغلات على الخلطة ممكن تكون مفيدة أكثر، بس هي لا، بالعكس تماماً. طبعاً تماماً، لأنه بيطلع إنجريدينت ثاني أو تركيبة ثانية قد تسبب لنا مشاكل.
بشكل صحيح ما في غنى عنها. إضافة لأنه إحنا التركيز الأكثر بيكون على الأشياء الغنية بالسعرات الحرارية اللي بتحتوي على فيتامينات ومعادن من المصادر الثانية اللي بتكون بتحتوي على سكريات عالية ونشويات. لأنه بنلاقي الناس كثير بتبالغ بتناولها للبطاطا الحلوة وللكستنة وتناولها كثير للسحلب والأشياء اللي بنعملها بالبيت، تناولها أكثر للبشار إنه ماخذين معلومة ما بعرف إنه البشار ما بنصح، لا هو من النشويات ولازم إحنا نكون حاسبين كمية النشويات اللي بناخدها وكمية البروتين والدهون اليومية من احتياجاتنا اليومية لكل شخص. جميل جميل. يمكن متعارف على الأمراض اللي بتكون بتزيد بفصل الشتاء اللي هي الإنفلونزا والرشح والآخره، ولكن منك قبل شوي تحت الهواء وإحنا عم نتحدث اكتشفت لأنه في أنواع كثيرة من الأمراض بتزيد بموسم الشتاء إحنا ما بناخد بالنا منها، مثل شو خبرينا؟ أكيد مثلا هلأ الناس كلها بتنسى شرب المي إنه ما بتعطش، عشان هيك لازم إحنا نذكر أنفسنا ونخلي قنينة المي قدامنا أو نضلنا نتذكر نشرب إحنا والأطفال وكل الناس نضلنا نذكر شرب المي. إنه إحنا ما بندخل بداية فصل الشتاء بتلاقي إذا كنتي أنت قبل تأخذي 6-7 كاسات مي باليوم أو 8 كاسات مي احتياجك اليومي من المي بقل أقل من النص، يعني بيصير الناس بياخذوا كاستين وثلاثة وفي ناس بياخذوا كاسة، هذا كتير خطر بنسميه إحنا لما نلاحظ في عنا مؤشر اللي هو العلامة اللي سبحان الله الله بيعطينا بأجزامنا وبحياتنا اليومية علامات عشان ننتبه فيها، إنه هو لون البول إذا كان غامق وبميل كتير للأصفر الغامق بيكون في هون عنا بداية التهاب مسالك بولية وكتير بنتشر الـ UTI التهاب مسالك بولية عند السيدات وكذلك الرجال والتينيجر الأعمار الصغيرة الصبايا. عشان يتجنبوا هاي الشغلة هو فقط بإشي واحد، مش إنه بس يأخذ معقمات ومطهرات وأنتي بايوتيك، لا هو بده يأخذ أكثر شرب المي، يركز على شرب المي. ما بقول لك أنا بشرب شاي ونسكافيه وهوت شوكليت وهيك، لا هاي فيها تراكيز من مواد معينة، لا بدنا كلير مي تغسل كل الأشياء اللي إحنا عم نتناولها يوميا وما يكون في عندي أي التهاب مسالك بولية. واللي حكينا قبل شوي عنه اللي هو حدود الجلطات القلبية والدماغية تكتب فصل الشتاء للأسف، لأنه بدراسة معينة عملت بالشرق الأوسط إنه إحنا أكلنا كتير غني بالدهون والسكريات للأسف وعالي بسعرات الحرارية السيئة اللي بتأثر وبتسبب لنا هاي المشاكل القلبية والتهاب المسالك البولية زي ما حكينا عليها، وكذلك اللي هو الأمراض المتعارف عليها اللي هي الرشحات والإنفلونزا ومشاكل التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. نعم شرب المي مفيد لكل شيء على فكرة، مش فقط أكيد طبعا هو لكل شيء. خلينا نختم فقرتنا بالسؤال اللي هو يمكن يلخص كل هاي الأمور، بما أنه تعرفنا على بشكل سريع على الأمراض اللي بتزيد فصل الشتاء، خلينا نتعرف على الأطعمة اللي ممكن أنه تفيدنا للوقاية من هاي الأمراض وزيادة المناعة، خبرينا هيك بشكل سريع عنها. بالدرجة الأولى دائما نحاول نقولهم كتفوا المجهود الرياضي أو النشاط البدني، لا نتكاسل بفصل الشتاء، بالعكس أنت حتعطي طاقة أكثر وتدفي حالك بدل ما تضلك مكنكن وبدك بس تاكل. الأغذية المفيدة كثير اللي هي دائما احتوائها على الفيتامينات والمعادن واللي هي مصدرها الأساسي الفواكه والخضروات الورقية، شرب المي من الأشياء اللي بتساعد على عمليات امتصاص الفيتامينات والمعادن لا ننساها. الشغلة الثانية تحديد الكمية من تناولنا للأكل اللي هو زي البطاطا الحلوة والسحلب والكستنة والبشار الأشياء اللي والذرة، هاي الأشياء لازم يتم تحديد نسب معينة منها كحصة يومية، إضافة لأغذيتنا الثانية نركز على الخضار المطبوخة السبانخ الملوخية الأشياء اللي فيها فيتامينات ومعادن عالية كتير بتقوي جسمنا بدرجة الأساسية. إضافة لهيك دائما بتمنى لهم الصحة والعافية. تكرار وتعداد وجبات غذائية باليوم يكون عندي 3 وجبات أساسية ووجبتين سناك، بيكون تركيزهم أكثر على الحليب والألبان والأجبان والفواكه بالدرجة الأساسية عشان يكون في عملية امتصاص وتوازن لغذائنا اليومي. جميل، يعني إحنا بنتمنى من الناس إنه ما مش بس يمرضوا ويحسوا إنه ما لهم إشي بلشوا يأكلوا هاي الشغلات، لا يخلوها بنظام حياتهم من بداية الموسم الشتاء حتى يعملوا مناعة على جسمهم. أخصائية التغذية العلاجية أمل حداد شكرا لك. أهلا وسهلا، نهاركم سهل. إذن مشاهدينا خلينا نروح نحن وياكم لفاصل قصير وبعدها بنتابع، ابقوا معنا.